جولة صباحية جديدة من أورينت نيوز. صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا لليوم السبت 13 كانون الأول. صباح الخير، جولتنا اليوم راح نتابع فيها عدة مواضيع على مدار ساعتين، بس بالبداية خلينا نشوف العناوين. عمل مسرحي بعنوان وكلمتين جمع شبابا سوريين وفلسطينيين وأردنيين، نتحدث عن تفاصيله في محورنا الأول. ومن الضفة الغربية نتابع انتشار الأغنية الثورية السورية ودعم الفنانين لها. وفي فقرة الطبخ الأسبوعية نتعلم تحضير أكلة التبولة. ولكل متابعي آخر التحديثات التكنولوجية، تويتر تكشف عن أبرز الحسابات والأحداث بشبكتها الاجتماعية للعام الحالي. أهلا وسهلا فيكم من جديد. عمل مسرحي جمع شباب وأطفال من سوريا والأردن وفلسطين. بالطبع، وتجربة جديدة لهؤلاء الشبان سردوا فيها قصصهم وتجاربهم. نتابع التقرير ونعود. شباب وأطفال سوريون وأردنيون وفلسطينيون قدموا إلى مسرح بلدية إربد ليعرضوا قصصهم وتجاربهم الشخصية على خشبته. المسرحية التي حملت عنوان وكلمتين حاولت ترسيخ مفهومي العدالة والمساواة والتركيز على قيمة الإنسان وحده. بس واحد بيطلع على المسرح بده يكون في قدامه هدف ويشتغل على هذا الشيء مشان يوصل. أول شيء أنا كمشاركة في المسرحية ممثلة، مثلت دور مسيحي مسلم. أول شيء يعني حبيت أوصل الرسالة بإحساسي، أنا وقفت على المسرح بإحساسي وياريت يكون إحساسي وصل للكل. لازم نكون إخوان، هذا الإشي علمني مستقبلاً أو إنه أنا أكون شخص اجتماعي مع الكل، ما أفرق بين هاد أو هاد. بالأول وبالآخر إحنا بشر، مش إحنا اللي منحكم مين الصالح ومين مش صالح. كما تضمن العرض أغاني ومقاطع موسيقية ألفها ولحنها الفنان السوري فراس إمام. مشاركتي كانت فيها إشراف موسيقي للشباب والصبايا اللي كانوا موجودين بتقديم رسالة بتهم كل اللي عايشين برا من مشاكلهم الدراسية ومشاكلهم بالمجتمع أحياناً، وشلون بيقدروا يتخطوها وشلون ردود أفعال المجتمع حواليهم. يعني بصراحة لقي العرض إقبالاً وتشجيعاً لدى الجمهور، كما تبعه نقاش مفتوح تم من خلاله تبادل الأفكار ووجهات النظر. وصلتني رسالة عن إنه كيف نحن مجتمع كتير ظالم بالمدارس نوعاً ما. وصلتني رسالة إنه كمجتمع كأطفال سوريين جايين من حرب وطالعين من دمار ونفسيتهم تعبانة، نحن لازم نتعاون شوي معهم بالأردن هنا، ما نظلمهم، ما نعتبرهم شخصيات أخرى غير مجتمعنا، لازم نعتبرهم مثلاً أردني مثلنا مثله. مجد أحد المشاركين السوريين بالمسرحية، قام بعرض ورواية تفاصيل أحداث قصة وفاة أبيه المؤلمة أمام الجمهور، والتي قطع عهداً على نفسه بعدها بأن يوصلها لأكبر عدد ممكن من الناس. كان مجد يحلم بأن يدخل كلية الحقوق، إلا أن وفاة والده اضطرته بأن يترك الدراسة ويعمل ليعيل أسرته. يوم من ذات الأيام بابا تعب، أخذناه على المشفى، خذنا كثير تحاليل وما تحاليل، طلع معه مرض سرطان بمجال التنفسي، خذنا كثير ما عرفنا شو بدنا نعمل، دخلناه مشفى خاص. البسمة التي ظهرت على وجه مجد في نهاية العرض لم تكن موجودة في بداية التدريبات على المسرحية، كما قال كاتبها سنان حجات. أول تدريب كان متضايق شوي، ما كان يعني وضعه تمام، كان لسه متوتر إنه هل أحكي ولا ما أحكي. كان مبتسم بالأخير لأنه شاف ردود الفعل الإيجابية من الناس، كانت الناس داعمة، أسئلتها وأجوبتها كانت معه كانت كثير لطيفة. إحنا حبينا، كنا شوي متوترين كيف راح يكون تفاعل الجمهور معه، ولكن الحمد لله كانت يعني تفاعل لطيف، وشفتي أنت بيبتسم، فهاي النقطة اللي إحنا كنا عم نحاول نوصلها. المسرح كثير بيلعب دور فعال بشخصية الطفل إنه يطلعها، خاصة بهذا العمر اللي هم أطفال، وبيكون برضه مجال يقضوا وقت فراغهم فيه نوعا ما، إنه هو مسرح يعني.
مجدداً يثبت الفن والمسرح بأنه لغة عالمية تصل إلى جميع الناس بمختلف ثقافاتهم وأصولهم، ومنبر للتعبير عن واقعهم بحلاوته ومرارته. نور حداد، أورينت نيوز، عمان. مشاهدينا، نحكي عن هالمسرحية والمشاركين فيها وكيف بلشت وانعرضت. معنا بالاستديو صافي سكران، مشرف على المسرحية، وماجد، مشارك في المسرحية. صباح الخير لكم. صباح الخير، اهلا وسهلا. بدي بلش من عندك صافي، يعني مسرحية بالفعل شفناها. اول شيء خلينا نبلش من تسميتها وكلمتين. مسرحية وكلمتين، الاسم اجى طبعا بعد عصف ذهني عملناه نحن والمشاركين والقائمين على العمل. كانت الفكرة انه شباب من مختلف الثقافات ومن مختلف الاعمار حبوا يحكوا قصصهم بشكل مباشر للجمهور. عادة نحن دائما بنحكي بين بعض انه تعال احكي لك شو كم من شغلة وكلمتين، او تعال احكي لك كلمتين على جنب. فهي الفكرة انه الشباب حبوا يحكوا للجمهور كلمتين. هلا دائما نحن عنا بشكل عام بالشرق الاوسط او بكل العالم او الوطن العربي كمان، دائما عنا شيئين، ونحن دائما بنميز بين هدول الشيئين. فمسرحيتنا بتحكي عن المساواة والعدالة، فنحن ما بدنا يكون عنا شغلتين، فمن هون اجت برضو كلمتين. يعني احنا محتاجين المساواة والعدالة. بالضبط. طيب اوكي، بنتقل لك مجد، خبرنا عن دورك ومشاركتك، خاصة انه هلا مثل ما شفنا بالتقرير كان في كتير انفعال وكتير اندماج في الدور. خبرنا شوي عن دورك، وخاصة انه هو بيمثل حالتك الشخصية. يعني هلا هو دوري انا بحكي عن قصتي الشخصية. قصة الوالدي توفى هون بالاردن مرض سرطان، فأنا كتير يعني انفعلت إني أحكيها. حكيت للمخرجين إني بدي أحكي قصتي، حكيت لهم ياهم ما عندهم مانع. أنا انبسطت يوم صرت أطلع على المسرح وأحكي قصتي، انبسط منه. يعني شيء عم بحكي صار معي أنا لازم أحكي. يعني اللي شفناه مو تمثيل مجد، قصة واقعية ما صار لخمسة أشهر يعني. الله يرحمه. فأنت عم تعبر عن هالقصة اللي صارت معك، وكيف شفت التجاوب الناس؟ يعني في الفعل حسيت الناس انه عم تقتنع، عم تنسجد معك؟ لا، انفعلوا معي الناس يعني، وصار في اسئله كثير يعني، واسئلتهم كثير منيحه معي. يعني ايه عم وصل لهم شيء، ما بدي يكون الاحساس بس الي يعني، بدي اياهم يشوفوا شو صار معي. قصص واقعيه. رح اسمع لك قصتك مجد، لكن خلينا نروح لعند صافي نساله عن تجربتك كاول مره ايضا، كيف شاف التفاعل معك، وانه المسرح اليوم مو شغله سهله توقف على المسرح وتخاطب بجمهور وانت بكامل هالاريحيه. تفضل صافي. يعني هو كان بيهدف المشروع اللي انتجته فرقه مسرح الفن ومؤسسه المسرحيه الدنماركيه كونتاكت، لحتى نقدر نخلق مساحه جديده للشباب لحتى يعبروا عن حالهم، يحكوا قصصهم بطريقه مباشره للجمهور. صحيح. وبعد العرض يخلقوا نقاش واسئله. فكانت تجربة مجد معنا، هو أحد المشاركين الـ 25 اللي اخترناهم، بتوقع أنها تجربة كانت جيدة بالنسبة له، لأنه قدر يعبر عن حاله وقدر يحكي، قدر يسمع رد الجمهور، وبتوقع أنه اليوم هو حس أنه هو عم بيكون موجود بمكان يعني معين. استخدمتوا سايكو دراما بالمسرحية تعيدكم، أنه الواحد يعبر عن مشاكله وضغوطاته بطريقة مسرحية وفنية. بالضبط، وكانت عم تتميز الطريقة بالواقعية. يعني كان ممنوع نعدل او نضيف اي تفصيل بسيط على القصه، فكانت دايركت القصه حقيقيه عم توصل للجمهور. طب من وين اجتكم فكره المسرحيه؟ من وين استوحيتوا مسرحيه وكلمتين؟ هلا استوحينا فكره المسرحيه من المشاركين نفسهم. طبعا بعد ورشه دامت لشهر 30 يوم اتدربوا فيها الشباب مع مخرجين ومدربين، منهم المخرج وائل قدور، الممثل وليد جيزاوي، والمهند محتسب، وفراس إمام الموسيقي. فاتوا بإطار ورشة تدريبية قدروا من خلالها يحكوا قصصهم. طبعا احنا كان عندنا مشكلة بسيطة، انه شباب ما بتقدر تحكي قصصهم قدام اي حدا او في عندها حاجز خجل، خوف او عيب. بالضبط. فنحن قدرنا نكسر كل هاي الحواجز لحتى الشباب صاروا قادرين يحكوا قصصهم. من هون تشكلت الفكرة والقصة. قد عدد المشاركين كان بهي المسرحية، وين اللي تحسيت انه تميز بالقصص؟ يعني شفنا مو بس تجربة مجد، يمكن كان في صبايا كمان. بالزبط. عم يحكوا قصصهم. بالضبط. كان 25 مشارك، طبعا احنا اخترنا 50، بعدين وصلوا ل 25. بالضبط. ال 25 كانوا من اهم القصص الموجودة اللي بتحكي عن المواقف حسوا فيها بعدم المساواة. كانت القصص متميزة ومتنوعة، مش بس كلاجئ سوري، مش بس كمسيحي مسلم. اسمر ابيض، يعني كل الاشكال اللي ممكن تتعرض للتمييز كانت عم تنطرح بالمسرحية. اوكي، طب مجد خبرنا شوي عن دورك، وهل راح تتوجه للتمثيل بعد
هالمسرحية اللي قدرت فيها تعبر عن مشاعرك وأحاسيسك؟ خبرنا شوي أول شيء عن الدور والقصة. يعني أحكي لكم القصة يعني؟ وبدك تمثل؟ إذا بتحب تحكي. لا أحكي لنا قصتك أنت. لا ما بده يمثل. بدك تمثل؟ لا بس هالمسرحية. كيف؟ بس هالدور بالمسرحية؟ لا بدي أنا بدي أدخل دور الفن هلا بعد. أوكي. هي أنا أستاذ صافي بدي أدخل دور الفن. موفق إن شاء الله. إن شاء الله يعني هي أول خطوة أنا بحسها إلي. إيجابية. إن شاء الله طبعاً هي أنا يمكن ما حسيتها صعبة، هي بقول أول خطوة صعبة. يمكن مجد تكون قصتك يمكن أنت تعبر عنها من جواتك. هي يمكن لأني أنا عم بحكي قصتك. تفاصيلها بس يمكن الأدوار اللي ممكن تجي بدك تحفظ تكون أصعب. بس تحكي لنا تفضل عن تجربتك والقصة بالضبط، تحكي لنا قصتك يعني. نحكي لكم. وما زلت أؤمن بأن الدنيا كلما اتسعت قل خيرها، وأن الناس كل ما زلت أؤمن بأن الدنيا كلما اتسعت قل خيرها. وما زلنا بدنيا صغيرة تربطنا المودة والمحبة. إن شاء الله. أحكي قصتك أنت بدون تمثيل. لا ما أمثل. لا تفضل. اللي بحسه. أنا قصتي كنا نحن بسوريا أنا وأخواتي مكون عائلتنا من 7 أشخاص. كنا مرتاحين كثير بالنسبة للوضع المادي. بابا كان يشتغل بالسعودية مدير إنتاج. صار في أحداث بسوريا وصاروا يزتوا علينا براميل وتأثرت المنطقة اللي احنا فيها. وبابا تأثر. صار أي منطقة يعاني أنت مجد بس أي منطقة؟ ميدان. ميدان تفضل. صار يعاني من التنفس عنده. أخذناه على المشفى طلع معه مرض السرطان. دخلناه مشفى خاص أحسن الأطباء حطيناه. اهتمام اهتموا فيه كتير. ليش؟ ما كان يعني ما كان اهتمامنا شيء إنه غير بابا يطيب. معنا مصاري ما كان هم المصاري. شو بدهم يعطوا المهم يعالجوا بابا. وبالفعل عالجوا وعملوا له أحسن عملية واهتم. اهتموا فيه وراح المرض منه. بس بعدين صار يصير يزت علينا براميل رجع يتأثر بالتنفس عنده. أخذناه على المشفى بس على الطريق وقفنا حاجز. طلب هويات الشباب معنا أعطيناه هوياتنا. هذا أعطاه هويته. أنت ما عليك شيء. ضليت أنا. طب أنا شو؟ قال أنت على الجيش مطلوب من عمرك. قلت له شلون مطلوب؟ أنا عمري صغير. يا بابا تدخل. المهم بابا تدخل دفع شوية مصاري مشالنا أمورنا على أساس اليومين. وبعدها لازم نروح الجيش. خلص بدنا نروح نكمل نشوف بابا ليش عم يرجع يعاني من المشكلة بالتنفس. قالنا لا بدي أرجع على البيت. ليش بدنا نرجع على البيت؟ رجعنا على البيت صار يفكر بابا. ما بدي أولادي يروح على الجيش. إذا راح بدهم يموتوا أولادي. صار يفكر إنه لازم نطلع إحنا برات البلد. طلعنا برات البلد وإجينا على الأردن لهون. بس إجينا بطريقة غير نظامية لأنه ما طلع لي جواز سفر مشان الجيش. الظروف. لا مشان الجيش طلبونا على الجيش. إجينا لهون والله استقبلونا أحسن استقبال إخواننا الدرك الأردني هون. بس لازم قالونا لازم نفوت الزعتري. الزعتري فتنا الزعتري المهم. بس الأجواء ما ناسبنا الجو هناك بالزعتري. اضطرينا إنه نطلع بكفالة صحية من الزعتري. طلعنا بكفالة صحية على مدينة إربد. صرنا بدنا نعالج أبي. أبي تحسنت صحته. قال لا أنا لازم ندخلكم المدرسة. نسي مرضه شوي صار يفكر بولاده. نحن انبسطنا بدنا نرجع على المدرسة يعني. رحنا سجلنا بالمدرسة أول أسبوع ثاني أسبوع تعرفت على رفقات. بعدين صار يتعب أبي. ما حسنا نستنى ولا ما ردينا عليه. أخذناه على المشفى. كمان رجع طلع معه مرض السرطان بمجاري التنفسية بس بالرئتين عم ينتشر. خفنا كتير بدنا ندخله بالمشفى. قلنا له كيف شو بدنا نعمل هلأ؟ قالوا لنا أنه نحن بدنا تدفعوا أنتو 5000 دينار. طب ليش 5000 دينار؟ احنا ما معنا بس احنا بنعرف انه المفوضيه بتدفع. قال لا المفوضيه بتغطي ربع القيمه. طب وشو العمل اللي احنا هلا؟ قال لازم تامنوا. بامكاننا نحولكم على مشفى البشير بعمان اقل التكاليف. يلا المهم نطلع على عمان. جينا على عمان على مشفى البشير. انتوا اقل التكاليف بدنا ندخل بابا كيف هيك؟ قال بس تدفعوا على الجرعه الاولى 750 دينار. طب ما معنا. اضطرينا نرجع على أربد نفكر أنا وأخي الأكبر مني شو بدنا نعمل. اضطرينا أنه نترك المدرسة. يوم ورا يوم يبعثوا لنا إنذارات لازم نروح على المدرسة. ما ردينا صرنا نفز نشتغل أنا وأخي. فصلونا من المدرسة ما همنا المدرسة. ضلينا نشتغل أنا وأخي لحتى جمعنا حق المبلغ حق الجرعة ورحنا على المشفى البشير. أول جرعة عطونا إياها وما فيها شيء تمام الحمد لله. قالوا لنا لازم بعد 22 يوم يرجع يعطوه الجرعة تانية وكمان 750 دينار. رجعنا صرنا نجمع المصاري كمان مثل ما جمعناهم أول مرة ورحنا على المشفى البشير. صاروا يقولوا لنا إنه ما في تفوتة فاضية.
طب ليش ما فتخوته فاضي؟ قبل موعده اليوم لازم ياخذ جرعته، اذا ما اخذها بده يتعب. قال لا بس ما فتخوته فاضي، بده يرجع بعد اسبوع. طب شو العمل هلا؟ ما بدنا نرجع لحنا. المهم دخلنا عند الدكتور، عند المدير المشفى. يا مدير بدنا نحن ندخل ابي، لازم اليوم ياخذ جرعته. قال انا خلص بساعدكم، بامكاني ياخذ ابوكم جرعه على كرسي. على كرسي؟ مو بالسرير و... لا قالوا لنا ما في تخوته فاضي. سرير ما في سرير فاضي. عكرسي عكرسي يلا. المهم ما يعني المهم ياخذ الجرعه ابي، يعني كل ما بياخذ الجرعه بيتحسن شوي. اخذ الجرعه ابي عكرسي ورجعنا على البيت. لازم كمان بعد 22 يوم نرجع مثل الاول. تعب شوي ابي، بعد اسبوع اخذناه على المشفى، ما حسنا نستنى 22 يوم. اخذناه على المشفى، يا دكتور بدنا نفوت والدي عم يتعب عالجو. قال من دخله وفي سرير فاضي بس ما في دكاتره. طب ليش ما في دكاتره؟ قال معطلين مشان عيد الاضحى. طب انتم بتعالجوا كممرض؟ انتم بتعالجوا؟ قال بعالجوا، بيعطي صار يعطيه ابر مسكن اول مره، ثاني مره، بعدين بطل يعطيه. ابي يتعب يتعب، ابر مسكن يعني ساعه ساعتين ما تستجيب معه. صار يتعب. بيظف انه اول يوم العيد بيتعب ابي كثير، الساعه 5 الصبح المساجد عم تنادي الله اكبر، ابي عم يتعب. انا عم اقول يا رب مالي غيرك، لا تحجني حدا غيرك. انت بليته، انت بدك تعافي. نادي للدكتور، ما يرد علي الدكتور، بيطلع لبرا بيقول لي روح ابوك ميت ميت، شو بدي اعمل له؟ برجع على الغرفه بلاقي ابي ميت ولحالي، ما بعرف شو بدي اعمل. صرت نادي الدكتور، يا دكتور انت شوف ابي شو عملت انت، ما لانك اهملته. ما رد علي الدكتور، ناديت لاخي وخالي دقيت لهم واجوا على عمان، اخذناه ورجعنا على الاربد. يعني مجهد رحمه الله على والدك، اكيد القصه هي مو سهله، وبتعرف انت يعني اليوم بسوريا عم تصير كثير ظروف صعبه، والناس يعني عم تشوف مقلى حدا كمان عم تموت، احنا بنتمنى له الرحمه على روحه. والله خلي لك عائلتك كمان. اكيد، وانت هلا صرت يعني زلمه البيت. ان شاء الله. مع اهلك وعائلتك. في معنويه عاليه. بدي ارجع لعندك صافي، قديش مهم انه انتم تطلعوا هاي المكنونات من داخل الشاب، يعني في كثير مثل ما حكيت انت قصص يمكن ما تنحكى بسهوله بالزبط. لكن انتم قدرتوا من خلال هالمسرح تطلعوها، وعندك 25 شخص، قديش كان الوقت المتاح وقديش بالفعل هيك خطوه مهمه؟ يعني هو الوقت كان شوي قصير بصراحه لحتى نحن نقدر نساعد 25 شاب انهم يحكوا قصصهم بحريه وبدون ما يحسوا باي خجل او بدون ما يحسوا باي حاجز موجود قبالهم. كان الموضوع مش كتير سهل، بس الحمد لله قدرنا بالتعاون معهم. وبتوقع كنت عم بحكي أنا ومجد، بحكي له إنه إيش رأيك بتجربة بهاي المسرحية، فبحكي يعني وأخيرا أنا قدرت أحكي، قدرت أفضي كل إشي جواتي. أنا اليوم مرتاح، أنا اليوم عم بفكر بطريقة مختلفة، عم بفكر باللي قدام بالمستقبل بطريقة إيجابية. فبتوقع إنه هذا النوع من أنواع المسرح هو مهم من أكثر من نواحي، وجانب من هاي الأهمية هو أنه الشباب يفرغوا كل الطاقة السلبية عندهم، وأشخاص عم بيطلقوا يحاولوا يتعضوا من هاي القصص، يحاولوا يغيروا. أشخاص ممكن يكونوا أصحاب قرار، أشخاص ممكن يكونوا ناشطين ثقافيين، ناشطين سياسيين، بمختلف أشكالهم يقدروا أنهم يغيروا لحتى يعملوا زي عدالة. أنا بتوقع لو قصة مجد كان أهله عنده فلوس كانوا بوضع مالي أحسن، كانوا قدروا يتعاملوا بطريقة أحسن. فنحن بقصة مجد عم نحكي بين الفرق بين الإنسان اللي وضعه المادي سيء، الغني والفقير، الغني والفقير. طيب مجد، أنت مثلا شو اللي اختلف عليك قبل المسرحية وكيف كنت بعد؟ كيف كنت؟ تغيرت؟ أنا كنت أول ما توفى والدي انضغطت، قلت هالقصة لازم ما أحكي، يعني بدي أحكيها، لازم أوصلها للعالم كله لحتى يحسوا يشوفوا إنه الواقع شو عم يصير. كنا بسوريا دخلنا مشفى خاص، ما كان أحسن اهتمام يهتموا فيه. ليش؟ معنا مصاري، لأنه بسبب ظروف إنه طلبت على العسكرية وطلعنا لحالنا ما معنا شيء يعني، وجينا لهون ما كان ظروفنا منيحة يعني، ما حسنا ندخله على يعني باخدوك على الجيش وإنت لسه مالك ما أيوة. أجد دورك كنت يعني. بعمر 16 سنة كان مطلوب على الجيش لازم بقى، انا ما اعرف شو بدي اعمل يعني، كنت انضغط، قلت هالقصه لازم اوصلها. كيف وضعنا؟ الحمد لله هو على كل شيء. كيف كان وضعنا بسوريا وبالشام وكيف صار هون؟ المشكله انه هون اللي احنا لو كان معنا مصاري كنا احسن مشفى حطيناه، احسن اهتمام اهتموا فيه. مثل ما يعني انت هلا مرتحت انت مجد بعد المسرحيه، بعد ما حكيت قصتك قدام الناس والناس تفاعلت معك؟ طبعا ولسه بدي احكيها، بدي اوصلها لكل واحد لحتى يشوف يحس بقلبه انه شو مو بس انا بدي ازعل، لازم الكل يزعل يشوف شو صار فيي انا.
بس مو بس انت لا. قديش عم تدوروا على شباب؟ يعني مثل ما شفنا تجربه مجد، الشباب السوريين اللي بي عندهم قصص من هالبي او مشابهه لقصه مجد، كيف عم تتعاون؟ كيف لقيتوا؟ هل فعلا في تجاوب ولا كانوا عم يخافوا شوي؟ يعني جزء منهم كان عم بيخاف، جزء منهم اضطرنا نقعد مع اهاليهم، جزء منهم فات تحت التجربه لحتى حس بالامان، ودائما هن بحاجه لمساحه من الامان، لانه هي حتى المساحه المسرحيه او الخشب المسرحيه مطلوب انها تكون امنه، خاصه بشباب بنفس جيلهم او عمرهم. طبعا احنا توجهنا يعني لشباب اردنيين، فلسطينيين، سوريين، يعني كان عم بيهدف العمل تجارب بالضبط مشابهه بالضبط، وكان عم بيهدف العمل لاعاده الترابط بين هاي الفئات، لتبادل الثقافات بين الشباب والبنات بشكل عام. طب احنا حكينا عن تجربه مجد، اكيد كان في تجارب ثانيه، خبرنا كيف كان التفاعل، الحضور قديش اندمجوا، ممكن تعيدوا هاي التجربه مره اخرى ولا بس هالمره وبعدين خلص؟ لا اكيد رح نعيدها. رح نعيدها لانه حسينا باهميتها، وحسينا انه نحن عم نخلق نوع جديد من المسرح. صحيح. النوع البسيط والواقعي والنقل المباشر للقصص من دون اي تمثيل، من دون اي كذب على المسرح. احنا محتاجين نحيي المسرح مره جديده. بالزبط. يعني بالضبط، ومحتاجين نكون واقعيين اكثر. صح. لانه عاده بناخذ قصص مسرحيه وبنبالغ فيها او بنحطها باطار درامي معين. صح. لحتى نخلق عمل مسرحي رمزي او المشاهد يفكر كثير بشو معناه. بس هلا نحن اليوم لا، نحن مش بحاجه لكل الرموز، لانه نحن صفينا رموز لمشاكل لتحديات. المشروع حيكمل. صحيح. بجولة حولين الأردن، الشباب حيقابلوا شباب من مختلف الثقافات، من مناطق مختلفة حولين الأردن، رح يتبادلوا مع بعض تجاربهم، رح يتعلموا مع بعض كيف يواجهوا كل صعوبة عم نواجهها نحن كشباب لقدام بشكل عام. وخاصة يمكن هالتجارب هي بتعطي خلينا نقول شباب تانيين يعرفوا كيف تم التعامل، يعني قصص هي مو صايرة سهلة، يعني طبعًا. تجربة حقيقية. طبعا أنا بتمنى لك مجد أيضا تكمل تعليمك، يعني التعليم كتير مهم بمواكبة الأعمال المسرح أو سينما أو أي شيء تاني. لازم كمان الشخص يكون عنده شيء أكاديمي، يعني بتمنى لك أنه تقدر تكمل تعليمك لأنه هو إن شاء الله. أنا بقول إن شاء الله يعني كمل، بس صعب شوي. لا حاول، ما في شيء صعب. في ناس اكيد بتساعد انه انت أكيد. تكمل تعليمك. انا بدي اشكرك صافي فعلا على هالتجربه الناجحه. شكرا. وان شاء الله بنتمنى لكم ايضا جوله موفقه وشباب جدد كمان يروا قصصهم مثل مجد وغيره. وبدي اشكرك صافي ومجد على وجودكم معنا بجولتكم. شكرا لحضوركم معنا. صباح مشاهدينا، بدنا نروح لفاصل صغير ونرجع مع فقره حياه الناس، خليكم معنا. كن على اطلاع وابحث في آخر الأخبار وأبرز المستجدات، كن أول من يعرف بالخبر فور حدوثه، وشاهد كافة البرامج والتقارير المرئية والمكتوبة عن الشأن السوري، وابق دائما على اتصال عبر بثنا المباشر. حمل تطبيق أورينت نيوز على الآيفون أو الأندرويد أو الآيباد، شاهد واعرف أكثر. ولست هناك ولست هنا. شاهد تقارير وبرامج أورينت نيوز وأورينت نت لحظة بلحظة من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب، وعلى موقعنا الإلكتروني
صوتك صوتنا. مشاهدينا هلا بدنا نروح بجولتنا لحلب لنشوف قصة إيمان وتقى وأم معتصم، نساء سوريات تطوعوا مؤخرا في صفوف الدفاع المدني بحلب، ولكل واحدة منهن حكايتها الخاصة داخل حكاية مدينتهن الأكبر. خلينا نتابعها التقرير. يوما بعد آخر تفرز الحرب الدامية على السوريين ضرورات جديدة لإيجاد منفذ على الحياة بين سيد الأنقاض والجثث. هنا في إحدى مراكز الدفاع المدني بحلب التحقت مجموعة من نسوة المدينة بصفوفه، ولكل واحدة منهن حكايتها الصغيرة أمام حكاية مدينتهن التي أنهكتها البراميل منذ أعوام. استشهد جوزي وما كان في دفاع مدني بصراحة، وتم يعني استشهد ما حدا أجا أسعفه، تم بيجي بـ 12 الظهر للساعة 6 المساء وما في مين يجي أسعفه من قلة الدعم للدفاع المدني، وما كان في مسعفين هالشكل. لهيك قررت انه انا اخوض هالتجربة حتى اساعد وما نقع بنفس الخطأ اللي صار. مهمة جديدة تلقتها النسوة هنا لتخرجن مع بقية اعضاء الفريق الى مكان سقوط برميل ما وانتشال الضحايا. لكن وعلى الرغم من الاندفاع الذي تبديه النسوة في ادائهن، إلا أن المشهد لا يزال يخفي المزيد من التعقيدات. في بعض الناس كانوا كتير مشجعين ومقبلين على الأمر، وبعض الناس كانوا نظرتهم سلبية أنه كنا نحن نساء. في ناس شرقيين كتير تعرض لسب وشتم من بعضهم أنه أنتوا نساء وما بتخافوا رب العالمين من هالكلام، مع أنه نحن عملنا إنساني أولا وأخيرا. خروج النساء من دائرة المهام المنزلية كان ضرورة بحجم الظرف الطارئ الذي تعيشه البلاد، إلا أنها كعنصر في المجتمع ذاته تبحث عن خيط حريتها كقضية موازية لتحرر البلاد. حسيت أن نحن لازم نعمل شيء، نحن نساء عضو فعال في المجتمع. لما نطوعت وصرت أشتغل معهم حسيت قيمتي كاملة. وبالنسبة لوضعي بالبيت ووضعي الشغل الحمد لله رب العالمين، مش الحال في تعاون بيني وبين زوجي على 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 شغلي، يعني شغلي بالدفاع المدني وشغلي بالبيت. في حلب التي دمرت الحرب ما يقارب النصف من عمرانها، تحمل مشاركة المرأة في الدفاع المدني قيمة تحررية اجتماعيا لا تقل أهمية عن دورها المباشر في إنقاذ الأرواح. مشاهدينا من حلب بدنا نروح للضفة الغربية بفلسطين، حيث تنتشر في الأسواق أناشيد وأغاني خاصة بالثورة السورية، فيما يعكف فنانون محليون على ترديدها دعما لرسالة الإنسان المظلوم كما يقولون. بالطبع مراسلنا في الضفة الغربية رصد لنا انتشار هذه الأغاني السورية، نتابع التقرير التالي. محمد الهشلمون فنان محلي فلسطيني ما زال صوته يغني لسوريا وأهلها رفضا للظلم ونصرة للإنسانية كما يقول. مشاركته المحلية حول سوريا تراجعت مؤخرا بسبب الظروف السياسية في الأراضي الفلسطينية. سوريا مهمشة بشكل فني، فاللي خلاني أنا أتشجع وأمشي في هذا الموضوع الظلم الزايد اللي بيصير عماله بسوريا، الظلم من قبل النظام السوري، الظلم من قبل الحكومات العربية والحكومات كل الناس كل العالم ضد سوريا. صوته الذي غنى لجرح سوريا وألم فلسطين ما زال يصدح في كل مناسبة، وهو ما يرى فيه سلاحه الذي يقاوم به الظلم وأهله. إحنا اهتمامنا في سوريا قليل، مش إنه إحنا من الناس اللي همشنا سوريا بشكل فني، لكن إحنا عنا برضو هموم، يعني إحنا وين بدنا نروح هون ولا هون، لكن بشكل فني الحمد لله أنا بقول على مستوي وعلى مستوى المحلي إحنا عمالة بنقوم بشغلات كلاسيكية، بشغلات بنطلع من النزاق اللي إحنا فيه، وكل تركيزنا في الوقت الحالي على سوريا. ورغم أن هناك تراجعا في الإقبال بالأسواق المحلية الفلسطينية على طلب الأسطوانات الخاصة بأغاني الثورة السورية، لكن ذلك لم يجعل هذا المحل في أن يتوقف عن عرضها.
إقبال الناس إلهم، لأن هم بيغطوا عدة ألوان المنشدين السوريين. الثورة السورية عن الشعب الفلسطيني، عن أغلب الثورات العربية كان المنشدين سوريين، فعشان هيك بتلاقي ممكن الجانب السوري غطوه أكتر من أي جوانب تاني. بس هي شوي أوضاع سوريا السياسية المتداخلة يمكن بتخلي الناس شوي ما تقبلش يعني. ألم سوريا الذي لم يغب عن مناسبات فلسطينية برفع أعلام الثورة أو ترديد أناشيدها إشارة تبدو أكثر وضوحا إلى أن الظلم مرفوض أينما كان وعلى أي شكل تجسد. غنت سوريا لكل الثورات العربية، وحين جاء دورها في الثورة غنت فلسطين لها، والأناشيد والأغاني السورية اليوم في فلسطين لها من يحسن الاستماع. سامر رويشد، أورينت نيوز، الضفة الغربية. أهلا بكم مشاهدينا في جولة على عناوين الصحافة هذا الصباح، ونبدأها من صحيفة الشرق الأوسط، وفيها أوباما يؤكد دور السعودية المهم في التحالف الدولي ضد الإرهاب. دمستورة، التوقيت مهم ولا توجد مبادرة أخرى لسوريا حاليا. اليمن، هجوم على قاعدة جوية تستخدمها أمريكا في محافظة لحج. في الصحيفة أيضا، زلماي خليلزاد، أوباما مقتنع بأن سوريا غير جاهزة للحل الآن. رئيس الوزراء اللبناني من باريس، السلاح قريب جدا للجيش اللبناني. تفجير دبابة في آخر معاقل الحكومة بشرق سوريا. لندن تغلق مجالها الجوي وتلغي بعض رحلاتها في جميع مطاراتها. الداخلية المغربية تحدد موعد التسجيل والطعن في اللوائح الانتخابية البلدية المقبلة. لا للوزن الزائد، ابتكار مكون غذائي يحدث إحساسا بالشبع. نبقى في صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب راجح الخوري مقالا تحت عنوان ديمستورة يا حصر من رأيته في حلب. يتحدث فيه الكاتب عن خطة مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورة، والتي تقضي بتجميد القتال في المدينة. نتابع ما قاله. عندما أعلنت فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية أن وزراء خارجية الاتحاد سيلتقون غدا الأحد مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا في بروكسل للبحث في استئناف عملية السلام في سوريا في موازاة تنسيق المعركة ضد تنظيم داعش، طرح الكثيرون سؤالا واحدا، ولكن متى قبل النظام السوري وحلفاؤه عملية السلام لكي يتم الحديث الآن عن استئنافها؟ لا يملك ستيفان ديمستورا حتى الآن سوى تلك الخريطة المرسومة باللونين الأحمر والأخضر التي يشهرها في وجوه الصحفيين، وتمثل خطوط القتال في مدينة حلب المنكوبة بالبراميل المتفجرة، ويحاول من خلالها القول إن لديه خطة اسمها تجميد القتال في حلب كمدخل للعودة إلى التسوية السلمية. ليس في خطة ديمستورا التي يبدو أن الروس دسوها في رأسه أي شيء جديد، فبعد 3 أيام من الاجتماعات التي عقدها مع المعارضة في غازي عنتاب في تركيا، قال قيس الشيخ رئيس مجلس قيادة الثورة، وهو تحالف جديد يضم عشرات الفصائل المقاتلة بينها العلمانية والإسلامية، إن خطة ديمستورا التي عرضها لنا لم تكن مكتوبة ولا تحتوي على كل الآليات والضمانات المطلوبة، وقد ناقشناه في القناعات التي بنى عليها خطته والتي تختلف عن قناعاتنا منذ أسابيع، والمبعوث الدولي يتحدث عن تجميد القتال في حلب، لكن ليس هناك من يشرح للمعارضة السورية على الأقل ما الفرق بين تجميد القتال ووقف القتال، وخصوصا إذا كان التجميد سيتحول مدخلا يدفع حلب إلى الاستسلام للنظام على ما جرى في حمص. ولكن من قال إن عزل الأسد ليس في رأي النظام أكثر من يا حصر من يراه ديمستورا في حلب؟ ذلك أن أقصى التفاؤل بإمكان نجاح خطة التجميد وتحويلها مدخلا إلى الحل السلمي الذي يطالب به الجميع دون وجود تصور واضح للحل، وما توفر حتى الآن في هذا السياق لا يتجاوز الإشارة إلى أنه يمكن البدء في التسوية السياسية سنة 2016. ولكن على أي أساس؟ السفير رمزي علم الدين نائب المبعوث الدولي إلى سوريا قال في حديثه إلى الشرق الأوسط قبل أيام إن تفاصيل خطة ديمستورا تستند إلى مستويين، الأول هو التعامل مع موضوع تجميد القتال في حلب ثم تعميم التجميد إلى مناطق أخرى، والثاني يتم في المدى المتوسط أي بعد سنة 2016، ويرتبط بالأفق السياسي الذي سيكون قوامه اتفاق جنيف واحد، وهو الوثيقة الوحيدة المقبولة دوليا. أما في صحيفة العرب الدولية تطالعنا العناوين التالية: استقالة الجبالي تعبد الطريق أمام الانقسامات داخل النهضة،
تحركات روسية فرنسية لتجنيب لبنان تداعيات الحريق السوري. المرزوقي متهم برفض الكشف عن مخطط إرهابي لاغتيال السبسي. الموالون لفرنسا يوظفون مرض بوتفليقة لإجهاض اتفاق بين الجزائر وبريطانيا. مراكز تدريب دواعش ليبيا تؤرق المجتمع الدولي. قضية الجنسية تجر على الكويت انتقادات لجنة حقوق الإنسان الأممية. كابوس معتقلات نظام الأسد يلاحق السوريين. لجنة في الكونغرس تدفع أوباما إلى شن حملة برية على داعش. البعثة الأممية في دارفور حصان طروادة البشير للضغط على المجتمع الدولي. ونبقى في صحيفة العرب الدولية، حيث كتب الدكتور خطار أبو دياب مقالا تحت عنوان الحقبة الإيرانية ونهج المبالغة، تحدث فيه عن ما بينه نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي قال: ترتقي إيران اليوم سلم الاقتدار العالمي، وأضاف واصفا صراعها مع أمريكا بأنه استراتيجي بمقياس عالمي. نتابع. إيران صاحبة النفوذ الخارجي الأكبر في 4 عواصم عربية: دمشق، بغداد، صنعاء وبيروت. إنها عبارات فيها جزء من الحقيقة، وفيها ترويج إعلامي مبالغ فيه، خاصة عند الكلام عن نفوذ طهران الواسع الممتد من أفغانستان إلى البحر الأبيض المتوسط. وتؤكد على ذلك تصريحات المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الإيرانيين، ومنهم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي قال: ترتقي إيران اليوم سلم الاقتدار العالمي، واصفا الصراع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمريكا بأنه استراتيجي بمقياس عالمي. وبين سلامي أن الفتح المبين اليوم أصبح في العراق وسوريا وفلسطين، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي تحدد التطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية. وقال إن بلادنا حققت من التقدم حدا بحيث لم تعد أمريكا قادرة على فرض إرادتها في المنطقة. مقابل هذه المبالغة في جعل طهران ندا لواشنطن ومقارعا لها، ومقابل المبالغة بقدراتها، ينبري بعض المتابعين للتقليل من حجم الاندفاع الإيراني، ويقارن بين وضع الجمهورية الإسلامية الحالي ووضع الاتحاد السوفيتي السابق في حقبة غورباتشوف والتي سبقت انهياره. يستند هؤلاء على الوضع الاقتصادي الصعب جدا للبلاد على ضوء آثار العقوبات الدولية وانخفاض أسعار النفط. وصفه الرئيس حسن روحاني بأنه مؤامرة على إيران والمسلمين، مما يمكن أن يدفع بالمرشد الأعلى للسماح بالمزيد من حرية الحركة لفريق رفسنجاني روحاني في سعيه إلى عقد الصفقة مع واشنطن قبل يونيو 2015. تبقى إيران محكومة بلعبتي التجاذب الإقليمي والدولي، وهي ضحية لهما، إذ أن التلويح بقرب الاتفاق مع واشنطن قابله توجه روسي نحو تركيا. أما التورط في سوريا التي تتحول تدريجيا إلى فيتنام إيران وحلفائها، فقد رأينا انعكاساته في العراق مع رحيل نور المالكي وصعود ما يسمى بداعش. في فترة الانتظار الثقيل التي تفصلنا عن يونيو 2015 فيما يخص الملف النووي الإيراني، يمكن للمراقب أن يستنتج بأنه سيصعب على النظام الإيراني تقديم أي تنازل عملي في الملف النووي أو في سوريا ولبنان، لأن ذلك سيمس بوضع النظام وديمومته. ولذا فاللعبة الأوبامية الإيرانية لا تقتصر على الغزل وضرب المواعيد، بل هي لعبة عض أصابع مع الكونغرس الجديد في واشنطن. في صحيفة المستقبل أيضا نقرأ العناوين: داعش يفتح جبهات في الأنبار بعد صده في سامراء، الذكرى 450 لولادة شكسبير أعظم شاعر عرفته البشرية، شجرة جبيل الميلادية الثانية في العالم، السويداء تتمرد على نظام الأسد وتكسر شوكة مخابراته. أيضا في عناوين المستقبل: قصف على دمشق ودرعا وحلب وإدلب وحمص واللاذقية، اعتقال أحد المتورطين بجرائم إطلاق النار في السعودية، أوكرانيا تستعد لتعزيز قدراتها العسكرية رغم الهدنة، فلسطيني يلقي مادة حمضية على إسرائيليين في الضفة، الزنجبيل مسكن للآلام يقي من نزلات البرد. تأبيد اللجوء السوري هو عنوان مقالنا الأخير لهذا الصباح، والذي كتبه محمود الريماوي في صحيفة العربية الجديد. نتابع ما يقال. قال
قبل أيام وفي 10 ديسمبر كانون الأول الجاري، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتريس عن قبول 27 دولة توطين 100,000 لاجئ سوري على أراضيها. تجيء الخطوة كما يقول للتخفيف عن دول الجوار السوري نتيجة التدفق الذي لا ينقطع للاجئين. تحفل وسائل الإعلام ومواقع التواصل بأخبار يومية عن اللاجئين السوريين، من أشدها قسوة تلك التي تفد من لبنان، حيث يتم تحميل اللاجئين السوريين غير المعترف بهم بهذه الصفة مسؤولية ما ترتكبه النصرة بحق جنود لبنانيين، ويتم تجييش طائفي ضدهم منذ بدء تدفقهم إلى جيرانهم وحرمانهم من أبسط حقوق الإيواء وممارسة أشكال شتى من العنف العاري ضدهم. تكمن محنة اللاجئين في بعض وجوهها بافتقاد بيئة حاضنة ومتعاطفة، حيث يسهل على الكثيرين في أوساط الجمهور تحميلهم مسؤولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي لجؤوا إليها. نازح سوري لجأ منذ أواخر العام 2012 إلى الأردن تحدث لكاتب هذا المقال بنبرة تمتزج فيها السخرية بالمرارة عن أن اللاجئين الفلسطينيين حين نزحوا من ديارهم في العام 1948 كانوا محظوظين، فقد تلقوا استقبالا طيبا من المجتمعات في سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر، خلافا للاجئين السوريين الذي يجري التعامل معهم في أغلب الحالات على أنهم غير مرغوب بهم. افتقاد الأمان الفردي والجماعي للاجئين السوريين وخسارتهم الوشائج التي كانت تربطهم ببيئتهم المحلية وغموض المصير الذي ينتظرهم هي بعض مما يؤرق القطاعات الأكبر من هؤلاء، غير أن ما يرصده المرء خلال ذلك أن الاهتمام الإقليمي والدولي إما أن يتخذ طابعا إنسانيا أيا كانت الملاحظات على أوجه العون والغوث، أو يتم من منظور رفع الأعباء الاقتصادية عن دول اللجوء. ولا ضير في هذا وذاك، بل إن الاهتمام حين يسلك هذين الاتجاهين مطلوب، فثمة حاجات إنسانية عاجلة للإيواء والغذاء والدواء والتعليم، وهناك في المقابل الإمكانات المتاحة لدول اللجوء بعضها يقصر عن تلبية حاجات مواطني هذه الدول، ومن الواجب دعم هذه الدول. والآن مشاهدينا مع مختارات من رسوم الكاريكاتير.
مشاهدينا، من عناوين الصحف إلى أخبار رياضة مع الزميل معن عمر، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. بداية أسبوع جديد، حياكم الله لأخبار الرياضة من جولة الصباح. اختتمت بطولة كيو سبورت الأسبوع المنصرم بفوز النادي الرياضي السوري لكرة السلة باللقب في العاصمة القطرية الدوحة. فعلى الرغم من شح الإمكانات والاستعدادات ورغم الظروف الصعبة التي تواجهها الرياضات السورية، إلا أن طموحها وعزيمة الشباب كانت أكبر من كل العوائق. أكد خير الدين ماضوي المدير الفني لفريق يوفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، أكد أن فريقه جاهز لملاقاة أوكلاند سيتي النيوزلندية اليوم في الدور الثاني لكأس العالم للأندية بالمغرب. وقال ماضوي: تحدثت كثيرا مع اللاعبين وقدمت لهم نصائح كثيرة خلال ميران الأمس والذي استغرق نحو 55 دقيقة.
أعتقد أننا جاهزون 100% للمباراة. لدينا فريق جيد ويمتلك الإمكانيات التي تسمح له بالتأهل. وأضاف مادوي: تدربنا على حتى على ركلات الجزاء، لأنه يتوجب علينا عدم الاستهانة بالمنافس الذي أظهر إمكانيات لا بأس بها في مباراته الأولى في البطولة أمام المغرب التطواني. وأضاف مادوي أيضا: طلبت من اللاعبين التركيز لتفادي الأخطاء التي تكلفنا غاليا في مثل هذه المباريات. وأكد المدرب الجزائري أن لاعب خط الوسط محمد بلال رايت سيغيب رسميا عن المباراة لإصابة خفيفة منعته من التدريب، لكنه سيعود للفريق في حال التأهل للدوري قبل النهائي. يشهد الأراتورا وهو دوري كرة القدم بالأرجنتين واحدة من الأهداف المميزة والتي لا تسجل إلا في مناسبات قليلة. الصحافة الأرجنتينية تساءلت من يستطيع من اللاعبين الكبار أمثال إبراموفيتش، روبن، نيمار، بيل أو حتى ميسي ورونالدو من أن يسجل هذا الهدف كل يوم. بالتأكيد الجواب الوحيد بأنه لا أحد، والجواب المضمون أنه مهاجم فريق بانفليت الأرجنتيني بيرتولو يسجل الكثير من الأهداف بهذه الطريقة المميزة. في أوروبا نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على حساب مضيفه ألميريا بأربعة أهداف لهدف واحد، وذلك ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في المباراة التي أقيمت على ملعب دي لوس جيوغوس معقل ألميريا. افتتح النادي الملكي تسجيل أولا عبر إسكو في الدقيقة 34، ثم عدل اللاعب فيرزا النتيجة لألميريا في الدقيقة 39، لكن الويلزي جاروث بيل نجح بتسجيل الهدف الثاني للملكي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم المرينجي. في النصف الثاني تمكن الحارس إكير كاسياس من التصدي لركلة جزاء، وعند الدقيقة 81 عزز كريستيانو رونالدو من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثالث. وقبل النهاية بدقيقتين اختتم رونالدو رباعية المرينجي ليواصل النادي الملكي تحقيق النتائج المميزة في الدوري واستكماله للصدارة. بدوره يشد برشلونة الرحال إلى مدريد، لكن لمواجهة ختافي لذات الجولة بحثا عن مواصلة الانتصارات، بينما ينتظره ختافي والأمل يحدوه في تحقيق المفاجأة والانتصار. ويحتل البلوغرانا المركز الثاني برصيد 34 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد بنقطتين، بينما يحتل ختافي المركز الثاني عشر 14 نقطة. وبرغم تباين مركزي الفريقين إلا أن كلاهما يبحث عن تحقيق النقاط الثلاث، فبرشلونة لمواصلة منافسته على الليغا وختافي لتحسين مركزه في جدول البطولة. ولذا فقد استعد كل من لويس إنريكي وكونترا لتلك المباراة بشكل جيد مع وجود أسلحة كليهما في الملعب وعلى دكة الاحتياط بحثا عن الفوز. في إنجلترا يستقبل أرسنال ضيفه نيوكاسل هذا المساء ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات معقل الجانرز ستكون مثيرة بكل تأكيد. يدخل أرسنال المباراة بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية من الدوري، لكن في دوري الأبطال تمكن رجال المدرب الفرنسي أرسن فينجر من تحقيق فوز هام للغاية على حساب جالاتا سراي التركي بأربعة أهداف لهدف واحد. على الجانب الآخر يبدأ نيوكاسل الموقع بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب المتصدر تشيلسي، ويأمل في مواصلة النتائج المميزة على حساب أرسنال هذه المرة. ويتواجد الماك فايتس في المركز السابع برصيد 23 نقطة، ويتفوق عليه الجانرز أي أرسنال فقط بفارق الأهداف. من جهته يسعى تشيلسي المتصدر إلى تعويض سقوطه الأول بالموسم ومصالحة جماهيره عندما يستقبل هال سيتي في مباراة تشهد غياب الإسباني سيسك فابريغاس للإيقاف، بينما سيعود المخضرم التشيكي بيتر تشيك ليبدأ أساسيا في حراسة المرمى. إلى الجارة فرنسا عزز ليون موقعه في المركز الثالث بجدول الدوري الفرنسي الليغا لكرة القدم إثر فوزه الكبير بثلاثية بيضاء على كان في افتتاح مباريات المرحلة 18 من المسابقة.
ورفع ليون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب ونقطتين خلف مارسيليا المتصدر، وذلك لحين استكمال باقي مباريات الجولة. توزعت أهداف ليون على كل من ألكسندر لاكازيتي من ضربة جزاء، وأضاف نفس اللاعب وياسين بنزيا هدفين آخرين لليون في الدقيقتين 57 و62 ليتجمد رصيد كا عند 14 نقطة وليتراجع للمركز الأخير بفارق الأهداف خلف باستيا. وكما جرت العادة المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي. بداية جولتنا مع الأرقام التي تحققت بالجولة 16 من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا. موقعة برشلونة وسان جيرمان كانت المباراة الأولى التي يحتضنها ملعب الكامب نو وتنتهي بفوز أحد الفريقين بعد التعادل مرتين قبل ذلك، كما أنها الخسارة الأولى للفريق الفرنسي هذا الموسم. واعترف لوران بلان مدرب سان جيرمان بأن سبب خسارة فريقه جاءت بسبب التقصير من الشقين الهجومي والدفاعي على حد سواء. وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يسجل في 5 جولات متتالية في دور المجموعات بدور الأبطال، فيما وصل أندرياس إنييستا لمباراته المئوية في البطولة الأوروبية. وشهدت المباراة أيضا تسجيل الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز لأول مرة في مباراة واحدة هذا الموسم. ونتحول إلى إنجاز توماس مولر مع فريقه بايرن ميونخ الألماني خلال مواجهة ضيفه سيسكا موسكو الروسي ضمن المجموعة الخامسة، حيث أصبح مولر الهداف التاريخي للنادي البافاري في البطولة بالمسمى الجديد، حيث وصل لهدفه 24 بعد افتتاح التسجيل لفريقه من ركلة جزاء. كما شهدت المباراة عودة صانع الألعاب باستيان شفاينشتايجر إلى المشاركة مع الفريق بعد غياب طويل دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة، إلا أن بطل البوندسليغا ما زال يفتقد لجهود عدد من لاعبيه بسبب الإصابة، ومنهم القائد فيليب لام والمهاجم المخضرم كلاوديو بيزارو. بينما أقر مدرب سيسكا ليونيد سلاسكي بأن المواجهة كانت اختبارا صعبا للغاية، لأن فريقه يقبع في المركز الأخير في المجموعة برصيد 5 نقاط فقط، ولم يسبق وأن فاز الفريق الروسي على أي فريق ألماني على أرضه. كما أكد سلاسكي عن إيقانه قبل الدخول للملعب بأنه من الصعب للغاية تحقيق الفوز على البافاري، معتبرا أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب. وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة. أما الآن عودة إلى فادي وندى لاستكمال مشوار الجولة، تفضلوا. شكرا يا معلم. العفو يا هلا. مشاهدينا بدنا نروح لفاصل، لكن لا تنسوا أنه في فقرة الطبخ، خليكم معنا. مركب على الميناء هب الوجع هاج البحر صرنا غصن مكسور والرياح سودة بنار شو غيرت فينا شو غيرت فينا ونحنا شو تغيرنا شآمنا تبكي فدمعك مهجتي وبكاك يا نجم السماء أبكاني شعرت من الثورة ثورتي جزء مني لو أرجع سوريا هلأ أول شيء بدي أنزل على حمص وألعب ملعب البلدي عرفنا تصدر للمرة اليوم
هدول الأطفال اللي كيف بيركضوا لعندها بيضموك، هدول أولادك صاروا. وهلأ صار وقت فقرة الطبخ الأسبوعية مع الخالة أم فراس. بالفعل اليوم بهالفقرة ما حيكون عندنا أكلة، رح تكون هي عبارة عن أكلة، رح خلوها مفاجأة لكم مشاهدينا، خلينا نشوف. مشاهدينا رجعنا لكم بيوم سبت جديد واجتمعنا مع الخالة أم فراس لتعلمنا كيف نعمل التبولة على أصولها. صباح الخير خالة. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. خالة اليوم ما حنطبخ، حنعمل تبولة. بس التبولة على أصولها. على أصولها. خلي خلينا بالبداية نعرف على مقادير التبولة ومكونات التبولة. هلا التبولة أغلب الناس بيعملوها بقدونس، ما بيضيفوا إضافات عليها. لا أنا اليوم بدي أحط لها خس. خس. بقدونس وخس وبندورة ونعنع أخضر. ونعنع أخضر. ليمون. ليمون نعنع ناشف. برغل ناعم وزيت وملح. وملح. وبصلة. وبصلة. هلا خالي بالبداية رح ننقي البقدونس. هلا في بقدونس بيجي كبير طبعا، نحن هذا بنفسخه هيك. خالي أم فراس حتى بتنقية البقدونس للتبولة لها طريقة بتختلف، طريقة خاصة. لا أنا بحب البقدونس كله نقيه بهالطريقة هي. ليش؟ يعني هي العروق الكبيرة بنخلي الورق بس. تماما. طبعا خالي خلصنا من فرم البقدونس. خلصنا فرم البقدونس، نديرهم هون. طبعا هي كمية البقدونس اللي نحنا فرمناه واللي كانت خالي مجهزيتها على جنب. هلأ خالي بعد فرم الخس. هلأ بعد البقدونس بنفرم الخس. هلأ بنطبق الخس بهالشكل. كمان خالة فرمة البقدونس الخس حتكون ناعمة ولا أنا مش ناعمة؟ ناعمة كمان. ناعمة. هلأ إذا لقينا شوي الخس يعني الرأس مو ظريف بنحاول نقطعه. هلا بس بدي اغسل البقدونس، جهز البقدونس وبعدين نفرم البندوره. البندوره بتاع البندورة بشكل ناعم كتير. طبعا هي من قيمها. من قيمها. كمان خالي أم فراس كمية البندورة حسب الرغبة أو حسب الكمية؟ حسب الكمية. حسب البقدونس الخس بنحط كمية البندورة. ممكن تقشري لي البصلة حبيبتي. البصلة بصلة واحدة. بصلة واحدة. واللي كمان حسب الكمية واللي هي على التبولة. حسب الكمية منكبر البصلة أو منصغرها. منصغرها. بس أكثر من بصلة إنها ما بتكون. لا لا. هلأ
خالي بعد ما خلصنا كل شيء وجهزنا كل شيء صار اتوقع انه جاهز لانه نخلطه مع بعض. نخلط التبوله كلها مع بعض. هلا نحن هون حطينا البندوره والبصل هيك البندوره جاهزين. والبصل جاهزين. هلا بنحط البقدونس فوق البندوره والبصل طبعا نحن يعني مو شرط انه بالتدريج هيك، المهم المواد كلها نحطها مع بعضها فوق بعضها. ايه فوق بعضها وهلا الخس والنعناع ديرهم فوق كمان والنعناع هاي البرغل كمان هلا حنحط كمية الليمون اللي عصرناها راح نحط معلقة ملح معلقة ونص ملح والنعناع الناشف كمان معلقة ونص زيت الزيتون هلا نحط زيت الزيتون هلا نخلطهم كلياتهم مع بعض هلا هيك صارت جاهزة نسكبها بصحن ونزينها طبعا نحن للزينة مجهزين الليمون والخيار والخس مشاهدينا هيك بنكون اليوم خلصنا تحضير أكلة التبولة لليوم نشكرك خالي انفراس حبيبتي منلاقيكم يوم السبت الجاي بأكلة وطبخة جديدة يعني بالفعل أكلة كتير طيبة مميزة. نتمنى يكونوا الصبايا تعلموا أكلة أو تحضير التبولة على أصولها طبعا تعلمت كتير سهلة مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع خليكم معنا We'll be right back.
وهلأ مشاهدينا بدنا نروح بجولتنا لإسطنبول مع زميلتنا يسار لبي ولقاء أجرته حول بحث تحت اسم ماذا يريد السوريين، لنتابع ماذا نريد. يسعد أوقاتكم زملائي بمكتب عمان، يسعد أوقات مشاهدينا. نحن جولة صباح رجعت من جديد من إسطنبول لحتى تنقل كل الفعاليات اللي عم بتصير بهالمدينة. واليوم نحن بمركز أبحاث بمدينة إسطنبول اسمه مركز حوار للأبحاث والدراسات. رح نحكي عن البحث اللي قاموا بإجراءه تحت اسم ماذا يريد السوريون، ومعنا اليوم السيد حسام موصلي لحتى يوضح لنا عن هذا الموضوع أكثر. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسام. شرفتنا. نحن اليوم عندكم، شكرا لاستضافتكم لنا. شكرا لكم يا استاذ حسام. ماذا يريد السوريون هو عنوان بحث يلي قمتم باجراؤه. هو هذا عنوان كثير عريض، بدي اعرف على اي صعيد انتم بتقصدوا فيه ماذا يريد السوريون، وهل بتقصدوا انتم السوريين يلي بالداخل ام بالخارج، يعني عن اي سوريين نحن عم نتحدث؟ واذا فينا ناخذ صوره باختصار عن نتائج هذا البحث، عن اهم نتائج لهذا البحث. اكيد بحث ماذا يريد السوريون هو استهدف سوريين بشكل عام، بغض النظر عن مكان التواجد، بغض النظر عن الانتماءات او الايديولوجيا او اي او الدين. نحن اخذناهم بغض النظر عن المكان، اكيد شارك بالاستبيان معنا من داخل سوريا ومن خارج سوريا، ومن المخيمات، من مخيم الزعتري ومن اماكن اللجوء بلبنان، منطقه البقاع. البحث كان بده يعرف راي السوريين، كان بده يعرف شو بدهم السوريين بطريقه كثير مختصره، لانه احنا بالنهايه عم نخاطب الكل، ما عم نخاطب شريحه معينه. نحن سالنا عن نظرتهم للي عم يصير بسوريا، الازمه السوريه هلا، كيف شو بيشوفوها؟ هل هي ثوره؟ هل هي حرب على الارهاب؟ لانه بالنهايه احنا شارك معنا من كل اطياف الشعب السوري مؤيدين ومعارضين. سالناهم عن موقفهم من اولوياتهم الحاليه، هي شو بدهم هلا بهي اللحظه، بهي الفتره اللي هي مو مبين فيها شيء عم يتغير بسوريا نفسها. فينا نحكي شيء عن الاولويات؟ أكيد. النتائج اكيد. هلا الاولويه الاولى اللي طلعت معنا وهي الاهم، انه كل السوريين بدهم ايقاف الحرب والعمل على السلم الاهلي بكل كلهم، عرفتي، بغض النظر انه هن مؤيدين ومعارضين. يعني والمؤيدين من الاكستريم اللي بنعتبرهم الطرف اليسار، المعارضين الذين يريدون دوله اسلاميه، والمؤيدين الذين يريدون النظام كما هو بدون أي تعديل، والمعارضون الذين يريدون دولة مدنية، والمؤيدون الذين يريدون إصلاحات مع النظام. هدول كلهم بالنسبة لهم أولويتهم الحالية بهي الفترة هي إيقاف الحرب والعمل على السلم الأهلي، وهي نقطة كتير مهمة وكتير إيجابية لازم نحاول نشتغل عليها. السوريين على نقطة واحدة تمام غريبة. هلا كمان شمل الاستطلاع، انت ذكرت قبل شوي انه المؤيدين للنظام السوري قد ايه كانت نسبتهم؟ مؤيدين النظام السوري 30% تقريبا شارك منه، نسبة منيحة يعني شاركت بهذا الاستطلاع. حسام برأيك شو هو الهدف من هيك استطلاع؟ الهدف من هيك استطلاع هو انه احنا نجمع آراء السوريين بمكان واحد. بالنهاية نحن بعد أزمة صار لها 4 سنين عم تمر فيها البلد، تأثرنا كلياتنا فيها. ما عادت المشكلة انه هلا مين بده ينتصر، الحرب العسكرية مستمرة مثل ما احنا شايفين نحن، بس في صوت المواطن اللي هو صوت المدنيين نفسهم ما عم يوصل. نحن بنحاول نجمعه بمكان واحد لحتى نعرف شو بدهم، لحتى صناع القرار مستقبلا يعرفوا شو بدهم، لحتى السوريين نفسهم يعرفوا شو بدهم. نحن بمركز حوار طرحنا هذا البحث على موقعنا على شبكة الانترنت لحتى الكل يشوف البحث، ما أنا كنا موجهينه لشريحة معينة بذاتها، بدنا الكل العالم تعرف هي شو بدها ويكون الشيء الأمر واضح للجميع. كم عدد الناس اللي شاركت بهذا الاستطلاع؟ هو شارك بالبحث 4081 شخص. من هي العينة المستهدفة من هذا النوع من الاستطلاعات؟ استطلاعكم يعني ماذا يريد السوريون؟ هو مثل ما قلت لك، هو احنا استهدفنا فيه الجميع، جميع السوريين. ما في حدا محدد؟ لا 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 ابدا، يعني حتى الاسئلة بتشوفيها هي عم يجاوب عليها الكل، ما حدا كان عنده تصور، كان عنده اعتراضات على الاسئلة نفسها، لانه هي اشتغلنا على صياغتها بطريقه كثير تكون موضوعيه ومحايده. بالنهايه احنا مركز ابحاث مستقل يعنى بالشان السوري، ما لنا جهه او الاخرى. ما هي نسبه الخطا في هكذا نوع من الاستطلاعات؟ هلا فعليا نسبه خطا كانت يعني شبه معدومه، لانه الاستبيان نفسه كان عم يتاخذ، يعني كنا عم ناخذ النسخه تكون معبايه كامله، عرفتي. حتى الاستبيان اللي كان على طريق الانترنت بموقع اسمه Question Bro اللي هو موقع اختصاصي بكل شيء سيرفيز،
كان في نسبة خطأ هي 240 نسخة فقط من كل الاستبيان. هن بكل بساطة لأنه الاي بي مكرر يعني. تمام، بدي وقف عند هاي النقطة، أنه ممكن مثلاً قلت في نسبة منيحة من المؤيدين ونسبة كمان ممكن تكرر نفس الإجابة لحتى ترفع مثلاً الشيء اللي بالدنيا. بهيك حالة أنتوا بنحذف الشيء المكرر. هن حتى طلعوا 200، بتذكر كانوا 240 نسخة مكررين يعني وحذفناهم. هلأ مركز حوار للأبحاث ما هي نشاطاته؟ هو هل هو مؤسسة أم منظمة أم مركز؟ ومين الداعم لكم مادياً؟ نحن مركز أبحاث مستقل مثل ما قلت، عم يدعمنا رجال أعمال سوريين من داخل والخارج، وعم نحاول نكفي إن شاء الله. نشاطاتكم شو، من شو بتتكون؟ هلأ حالياً اشتغلنا من فترة، أصدرنا بحث ماذرود السوريون. قبله اشتغلنا مع بتعاون مع منظمة الأسكوا، اشتغلنا معهم بجزء من بحث اسمه عوامل الشرخ الاجتماعي في سوريا، اشتغلنا له السيرفي تبعه ومقابلاته. وحاليا ان شاء الله في بحث مستقبلي له علاقه بوضع التعليم، وضع تعليم اللاجئين خارج سوريا، يعني اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان. امتى ممكن يصدر نتائجه؟ يعني عم نشتغل عليه. برايك حسام، ماذا يريد السوريون في الداخل السوري؟ هو نفسه ماذا يريد السوريون بالخارج؟ هلا طبيعي الظروف تختلف، بس اللي فاجأنا هو بأولوية إيقاف الحرب والعمل على السلم الأهلي، هي الكل أجمع عليها. فبالنهاية الكل بده توقف الحرب لترجع حياته. عرفتي؟ في شغلة كتير مهمة كمان، إنه مثلا بما يتعلق بفصل المرأة السورية، ماذا تريد المرأة السورية؟ تمام، هذا رح نتطرق له بعدين. ماذا تريد المرأة السورية؟ لأنه ضمن فصل منيح مهم يعني بالبحث. كمان بدي أعرف هلأ العنوان تحت اسم ماذا يريد السوريون، هلأ بتوقع أنه مو بس السوريين حابين يعرفوا ما إنه شو بدهم، يعني كل العالم بده يعرف ماذا يريد السوريون. فالعنوان بتحسه عريض وموسع، ليش اخترتوه تحت هذا الاسم؟ إنه مثل ما تفضلتي، نحن العالم كله بده يعرف شو بدهم السوريون. بالنهاية حتى نحن السوريين بدنا نعرف شو بدنا. بعد 4 سنين ما عاد في، تغيرت كتير المواقف، تبدلت كتير التوجهات، وصار شيء يمكن كان ما كانت العالم حاسبة حساب له لقدام. صار كتير مفاجآت، صار في تدخلات، خصوصا موضوع مثلا المقاتلين الأجانب اللي بسوريا، اللي هو كتير عم يأثر بالوضع الحالي وخلق بلبلة، هو بالنهاية جاب قوات تحالف مثلا على سوريا. هي شغلات ما كانت خاطرة بالبال لسه من سنة حتى يمكن بنتائج الاستبيان تبعكم الغالبية كانت بتأيد انه مؤيد معارض كله بيطلب خروج المقاتلين الأجانب. تماما، يعني كانت النسب 90% تقريبا من طرف المؤيدين ومن طرف المعارضين، يعني من خروج المقاتلين الأجانب خارج سوريا، اللي هو شيء ضروري للحل بالنسبة لهم. في حال انه وجود هيك استبيانات، هلا بتكون النسب، لازم تكون النسب متساويه، يعني نسبه المؤيدين مثلا 50%، نسبه المعارضين 50%، فهل انتم تبعتوا هذا الشيء باستبيانكم؟ ما ابدا، ما شرط هذا الحديث. هي الفكره انه انت في عينه تمثيليه احصاء، بعلم الاحصاء هي 300 بس ما فينا مثلا نحط نحن 30% مؤيد 70% معارض، فبالنتيجه بده يكون المعارضين كله بده، يعني الإجابة بدها تكون أعلى للمعارضين. أكيد نحن حاولنا أن تكون العينة تستهدف سوريين، وعينة شبه تمثيلية اللي اشتغلنا عليها، شبه تمثيلية بالظروف اللي موجودة بسوريا حاليا. يعني بالنهاية نحن ما حد فينا نمسك ورقة وننزل على العالم بسوريا اللي عم بقولنا استبيان. الفكرة أنه العينة التمثيلية هي 391 شخص بمثل مليون، فنحن اشتغلنا على استبيان يتضمن 4081 شخص. استهدفناهم بأماكن ما أنها محسوبة على طرف أو آخر. عرفتي شو قصدي؟ يعني العينة الكبرى من الاستبيان هي استبيان عن طريق الاستبيان الإلكتروني، اللي هو متاح للجميع يشارك فيه. مثل ما قلتي لي من شوي، إنه ممكن يشارك حدا من طرف معين ويشتغل على أكثر من استبيان ليحاول يغير الفكرة، الصورة العامة للبحث أو رأي السوريين بشكل عام بالنهاية. بس أبدا ما هذا اللي صار. اللي صار انه احنا العينه كانت شبه تمثيليه، مثل تقريبا اذا حسبناها بهالمعادله نفسها رح يطلع تقريبا العدد هو 12 او 13 مليون تقريبا. بهي الظروف بتصور هو شيء منيح. اكيد. ليش اخترتوا هاي الفتره الزمنيه لاطلاق هيك نوع من الاستبيانات؟ هلا الاستبيان احنا اشتغلنا عليه بالشهر الخامس، واستغرق معنا وقت بين ما نشتغل على الاستبيان، بين ما اشتغل فريق البحث على
تحليل جمع البيانات وتحليلها وفلترتها، وهلا اصدرناه بمجرد انتهاء. فريقكم قد ايه عدده؟ من شو بيتكون؟ هل هو من الناس الموجودين فقط بخارج سوريا ام بالداخل السوري؟ هذا مركز حواره خارج سوريا، نحن هون باسطنبول. في عباره عن فريق باحثين من 6 اشخاص، المركز مع الكادر الاداري بيتكون من 15 تقريبا. اشتغل معنا بالشراكه بملء الاستبيان هن تجمع غصن الزيتون، مشكور لي الله يعطيهم العافية، وهن اللي ساعدونا بتوزيع الاستبيان الورقي، والباقي نحن شغلنا عليهم بلبنان. طبعا. شو هي المشاكل والصعوبات يلي اعترضتكم لما عم تعملوا هذا الإحصاء، هذا النوع من الإحصاء؟ هلا هي في فكرة إنه العالم لهلا لسه بتخاف من هي القصص، عرفتي؟ يعني بتعتبر إنه في معلومات استخباراتية، في لأنه كل يوم والتاني عم يجيهم نفس الشيء، واستبيانات العلاقة بإغاثة وما عم يلاقوا فايدة، عرفتي؟ فبالنتيجة إن هي الصعوبات اللي كانت عم تواجهنا. الصعوبة الأهم أكيد إنه إحنا ما فينا نوصل لكل السوريين نعرف شو رأيهم، خصوصا بالداخل السوري يعني. حتى أغلبه ما عنده كهرباء، ما عنده. تماماً يعني هي المشكلة. شو هي جدوى إجراء هيك نوع من الاستحصاءات أو الاستبيانات بظل الحرب اللي عم تعيشها بلدنا، وخاصة أن المواطن السوري اللي بالداخل يعني همه الوحيد بس أنه كيف يأمن لقمة عيشه، أو أنه يروح على محل ما ممكن ينقصف فيه، يعني أغلبه اللي أنتوا عاملينه بالمناطق المحررة في كمان جزء كبير منه، فشو جدوى من إجراء هيك نوع؟ هلا الفكرة أنه إحنا بعد يعني بالأزمة السورية هلا، يمكن بالبدايه اوكي كان في هي المشكله تبع انه هلا الاكل والشرب وكذا، بس نحن دائما كنا عم نحاول نوصل لحل، وهلا فكره الوصول الى حل هي اليوم قبل بكره بالنسبه للمواطن السوري، بالنسبه لنا كلياتنا يعني. بالنهايه السوريين لا بدهم حل، بغض النظر هن شو شايفين الحل. هلا مثل الصبيان اللي احنا اشتغلنا عليه والبحث، هو بيورجينا بحاول يجمع الراي العام مثلا، يعني احنا ما يكون معنا انه لما نشوف انه الحل السوريين كلهم مجمعين تقريبا على فكره الحل السياسي، سواء مع دور عسكري او حل السياسي الصرف نفسه، فانه السوريين صار بدهم حل سياسي، بطل في هذا الايمان بالحل العسكري يمكن مثل ما كان قبل فتره فكره الحسم العسكري او فكره الانتصار القريبه وكذا، لانه بلشنا نشوف انه هذا الشيء ما له نهايه. فالمهم انه الفكره ببحث مثل اللي عم نشتغل عليه هو عم يعطيك ارقام وبيانات لحتى نعرف انه السوريين كذا، مثلا 80% من السوريين بدهم حل سياسي، فبالنتيجه لما يوصل هذا القرار لما يوصل هذا الرقم للمجتمع الدولي، لصناع القرار بالمجتمع الدولي، للمسؤولين السياسيين والمحليين القيادات المحليه بداخل سوريا وخارجها، هو بصير يشتغل على هي الفكره تحديدا، انه احنا بنشتغل على حل سياسي، على خروج المقاتلين الاجانب، هذا الشيء لانه هو هذا اللي بدهم اياه السوريين، ونحن بكل بساطه حاولنا نجمعه ببحث يكون موثق واكاديمي قدر الامكان. نتائج البحث لوين عم تروح؟ للحل السياسي، لخروج المقاتلين الاجانب. بعد ما يطلع من مركزكم وصلنا للنتيجه، لمين مع مين بتتواصلوا؟ دوليا؟ نحن بكل بساطه طرحنا الانترنت، يعني طرحنا للكل عن طريق الانترنت، وبعتنا نسخ منه لكل المنظمات والجهات المعنيه، واللي حاب يطلع عليه بيطلع عليه، وموجود البحث يعني. ممكن هيك نوع من الابحاث انه يوصل لنتيجه، مثلا انه يوصل لشيء دولي؟ اكيد يعني بالنتيجه اي قرار بينشغل عليه بمجلس الامن بالامم المتحده هو بيطلع نتاج بحث او دراسه او تقرير مفصل، هو بيطلع هذا التقرير بيشتغل لك انه المنطقه الفلانيه بالعالم في ازمه، هي بحاجه لحل سياسي بطريقه كذا، هي بحاجه اقتصاد دعم اقتصادي بكذا، فبناء عليه بيتخذ هذا الاجراء او القرار اللي هو رد فعل على النتيجه اللي طلعت، اللي هي نتيجه بتكون مؤكده يعني. مثل مركزكم مركز ثاني، منظمات ثانيه بالنسبه لك انه الشيء اللي بيتوحدوا عليه ممكن يوصلوا لقرار بحسب البحث نفسه يعني، بحسب البحث وكيف مشغول بطريقته يعني. بالبحث تبعكم كمان اتطرقتوا لموضوع المرأة السورية، ماذا تريد المرأة السورية؟ المرأة السورية هي الجانب الأكثر عاطفية كان بالبحث يعني
فكرة إيقاف الحرب والعمل على السلم الأهلي أكيد، فكرة خروج المقاتلين الأجانب، فكرة الحل السياسي. هلا لفت نظرنا إنه بالنفسه بالأولويات اللي هي إنه كان في فريق من الشباب اللي عم نشتغل معهم كانوا شايفين إنه ممكن تكون أولويات المرأة هي للشيء للحالة اللي لها علاقة بالأولويات الفردية اللي هي مثلا مثل تأمين لقمة العيش، أمن وأمان الأسرة نفسها. فانه لا، حتى نتائج المراه كانت يعني فضلت ايقاف الحرب والعمل على السلم الاهلي زائد انتصار الثوره وسقوط النظام على فكره الاولويات الفرديه نفسها. بدنا نحكي بنهايه حديثنا عن اجدد شيء، مشاريع جديده لكم، شو هي مشاريعكم المستقبليه؟ هل انت ذكرت قبل شوي انه في عندكم بحث واحد، هل في شيء جديد ممكن مستقبلا تقوموا فيه ومركزكم بيقتصر فقط على الابحاث؟ لا، مركزنا عم ينشر مقالات، نحن عم ننشر ترجمات لابحاث من هيئات دوليه والباحثين اكاديميين معروفين من جامعات اوروبيه والامريكيه. بنفس الوقت نحن فاتحين مجال المشاركات بمقالات الرأي. عندكم موقع الكتروني لمركز؟ تماما. وطبعا عم نشتغل على بحث مثل ما قلت لك هو له علاقة بتعليم اللاجئين السوريين في تركيا وفي لبنان، وإن شاء الله بدنا نكمل. نحن في فكرة أنه هلا نحن ببحث ماذا يريد السوريون، هو انشغل قبل ما تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش هو أنه يعلن فكرة الخلافة أو الدولة الإسلامية. الاستبيان تم قبل تاريخ إعلان الخلافة بشهر. فنحن في عنا فكرة أنه لما طرحنا خيار بالموقف السياسي هو المعارضون الذين يؤيدون قيام دولة إسلامية، حتى نحن كنا ذاكرينها بدون تحديد، بدون التعريف، هو مجرد حكم، يعني الحكم الإسلامي نفسه دولة إسلامية، بس ما أنا أكيد مقصود فيها فكرة تماما فكرة البغداد، أبو بكر البغدادي وتنظيم الدولة نفسه. فنحن بعد قيام هذا التنظيم اساسا يعني نحن مفترضين انه في تغيرات صارت مثل ما كل السوريين عم يحكوا، حتى تغيرات برأي السوريين نفسهم بالتنظيم هلا وبالشيء اللي عم يصير بالفتره الاخيره يعني. فتماما. فنحن ان شاء الله بدنا البحث نفسه ماذا يريد السوريون رح نرجع نشتغله مره ثانيه نشوف شو الاراء اللي تغيرت. امتى ممكن مثلا؟ خلال هاي السنه الجايه؟ والله ان شاء الله احنا خلصنا اكيد هلا السنه الجايه اذا الله راد. قديش قلت لي بيستغرق مده البحث؟ 5 شهور يعني تقريبا البحث 5 شهور. شكرا لك حسام، شكرا لاستضافتكم، لان هيك نحن اخذنا معلومات عن البحث اللي قمتم فيه وصار له صدى اعلامي كبير. شكرا لك. ان شاء الله انا استفيد منه اكيد. شكرا لك. شكرا لك. وهيك بنكون وصلنا لختام جولتنا من اسطنبول، بنرجع لعندكم زملائي بمكتب عمان وبتمنى لكم يوم حلو. بدنا نشكر بالبداية زميلتنا يسار ومنكمل مع الأخبار الاقتصادية، وفيها تشرف وزارة الاتصالات والنقل والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع استشاري من جهة هندسية محلية وبالتنسيق مع مجلس محافظة حلب على تنفيذ مشروع صيانة طريق كاستيلو كفر حمراء في ريف حلب الشمالي، حيث بدأ تنفيذ المشروع من قبل جهات هندسية خاصة بتاريخ 24 من شهر تشرين الثاني. ويأتي المشروع لمواجهة حصار النظام على مدينة حلب من خلال قطع هذا الطريق وفصل المدينة عن الريف. يذكر أن طريق كاستيلو هو الوحيد في الوقت الحالي الواصل بين أحياء حلب المدينة والريف الشمالي والغربي، ويحاول النظام استهدافه بالبراميل المتفجرة والصواريخ الحرارية بهدف إطباق الحصار على المدينة بشكل كامل. أعلنت وزارة البنية التحتية والزراعة والموارد المائية في الحكومة السورية المؤقتة عن بدء المرحلة الأولى من برنامج النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار. يأتي ذلك من خلال تأمين 10,000 قشة من سلالات الفريزيان الهولندية ثنائية الغرض من أجل زيادة عدد المواليد وإنتاج الحليب أيضا، إضافة إلى نسبة دعم تصل إلى 25% من قيمة اللقاح. هذا وسيتم توزيع القشات على المراكز الزراعية البيطرية في محافظتي حلب وإدلب، ليتمكن الأطباء البيطريون العاملون في الوزارة من تنفيذ عمليات التلقيح الاصطناعي على أن يشمل المشروع لاحقا مناطق أخرى.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام قراراً برفع الحد الأقصى لسعر مبيع أسطوانة الغاز المعدنية الفارغة عند البيع للعموم في جميع أنحاء سوريا، ونص القرار على تحديد سعر أسطوانة الغاز الفارغة سعة 12.5 كيلوغرام بسعر 6300 ليرة سورية بدلاً من 4800 ليرة، وأسطوانة الغاز الفارغة سعة 20 كيلوغرام بسعر 8750 بدلاً من 7250 ليرة. استأنف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقديم المساعدات الغذائية لنحو 1,700,000 لاجئ سوري في الأردن وتركيا والعراق ومصر بعد أن تلقى منحاً كافياً لتمويل البرنامج المتوقف، واضطر برنامج الأغذية بداية الشهر الحالي لوقف المساعدات بسبب نفاذ الأموال، ما يعني عدم صرف كوبونات الطعام الإلكترونية التي تسمح للاجئين بشراء الغذاء من المتاجر، إلا أن حملة التبرعات التي نفذت منذ ذلك الحين جمعت 80 مليون دولار، مما يسمح بتوزيع حوالي 30 دولار لكل فرد بحلول منتصف كانون الأول، كما سيتبقى بعض التمويل للشهر المقبل. إذ أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي إرثارين كازين أن تدفق الدعم في هذه الفترة القصيرة لم يسبق له مثيل. أعلن رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعين للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المجتمع الدولي بات مستعداً لاستقبال أكثر من 100,000 لاجئ سوري من أصل اللاجئين المنتشرين حالياً في دول مجاورة لسوريا. وقال غوتيريس في تصريح صحفي أن 28 دولة عبرت اليوم عن تضامنها مع اللاجئين السوريين ومع الدول الخمسة المحاذية لسوريا التي تستقبلهم، ما سيتيح استقبال أكثر من 100,000 لاجئ. وجاء كلام غوتيريس في اجتماع وزاري بمقر الأمم المتحدة في جنيف للبحث في مسألة تخفيف العبء عن دول الشرق الأوسط التي تستقبل نحو 3,200,000 لاجئ سوري. وأوضح أنه من أصل 100,000 لاجئ التي وعدت الدول باستقبالهم هناك التزامات ملموسة حاسمة بشأن استقبال 66,254 لاجئا منهم، مضيفا أن 11 دولة عبرت اليوم عن رغبتها بإقامة برامج لاستقبال المزيد من اللاجئين. والآن مشاهدينا مع آخر أسعار صرف العملات وأسعار الذهب، نتابع. ومن أخبار الاقتصاد إلى فقرة التواصل. في الأخبار التكنولوجية، مايكروسوفت تجلب لعبة مينيكرافت الشهيرة إلى نظام ويندوز فون، وتويتر تكشف عن أبرز الحسابات والأحداث بشبكتها الاجتماعية في عام 2014، والمزيد التحديثات التكنولوجية فلنتابع. أعلنت شركة مايكروسوفت عن جلب اللعبة الشهيرة ماينكرافت إلى نظام التشغيل التابع لها ويندوز فون، وذلك بعد حوالي 3 أشهر من الاستحواذ على الشركة المطورة للعبة. وكانت مايكروسوفت أعلنت في 15 من أيلول الماضي أنها وافقت على الاستحواذ على شركة تطوير الألعاب السويدية موجانج ولعبتها ماينكرافت مقابل 2.5 مليار دولار. وتسمح لعبة ماينكرافت التي باعت منها شركة موجانج حتى الآن أكثر من 54 مليون نسخة للاعبين ببناء هياكل بكتل على غرار لعبة ليجو، وكذلك خوض معارك مع الآخرين. وتعد لعبة ماينكرافت أحد أكثر التطبيقات مبيعاً على نظام iOS من أبل ونظام أندرويد التابع لشركة جوجل، كما أنها وصلت أخيراً إلى منصتي الألعاب Xbox One وبلاي ستيشن 4.
حذت شبكة تويتر حذو نظرائها من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى وكشفت عن قائمتها بأبرز اللحظات لعام 2014 الجاري، والتي كانت منافسات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل على رأسها كما في الشبكات الأخرى. وسجل رقم قياسي من التغريدات على تويتر في عام 2014، حيث وصل عدد التغريدات إلى 672 مليون تغريدة من كافة أنحاء العالم بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهذا أكبر عدد من التغريدات مرتبط بحدث معين حتى تاريخ اليوم. وأوضح تويتر أن أبرز التغريدات على شبكته الاجتماعية والتي أطلق عليها اسم التغريدة الذهبية لعام 2014 كانت من حساب ألين دي جينيرس التي تقدم برنامج The Ellen Show، إذ تمت إعادة تغريدة إيلين التي التقطت في حفل توزيع جوائز الأوسكار أكثر من 3 ملايين مرة، ما يجعلها التغريدة التي حصدت أكبر عدد من المشاركة على مستوى تويتر حتى اليوم. تتوقع شركة مايكروسوفت أن يكون نظام التشغيل الجديد ويندوز 4 متوافراً في الأسواق بحلول خريف عام 2015، وذلك في وقت لاحق قليلاً عما أشيع سابقاً. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات كيفن تيرنر لوكالة الأنباء اليابانية نيكي يوم الأربعاء إنه سيجري إطلاق النظام الجديد في وقت مبكر في الخريف القادم. ولم تكن مايكروسوفت قد حددت علناً جدولاً زمنياً ثابتاً لإطلاق ويندوز 10، لكنها وفي الأسبوع الماضي فقط أشارت إلى إمكانية إصداره في وقت أبكر. وكان تيرنر قد قال إنه وبحلول أواخر الصيف وبداية الخريف المقبل سنكون قادرين على إطلاق نظام التشغيل هذا بعينه، مؤكداً على أن هذه هي الخطة الحالية للشركة. في الأخبار المنوعة، هولندية تصل إلى القطب الجنوبي على متن جرار، وبوما تسبح هربا من صقرين كانا يطاردانها. نتابع المزيد في التقرير التالي. وصلت هولندية إلى القطب الجنوبي على متن جرار بسرعة وسطية بلغت 10 كيلومترات في الساعة الواحدة إثر مغامرة انطلقت فيها قبل 10 سنوات من بلدتها في هولندا. فقد قطعت مانون إسفورت البالغة من العمر 38 عاما 2500 كيلومتر من المرتفعات والمنخفضات خلال 16 يوما لتصل إلى القطب الجنوبي بعدما انطلقت من قاعدة في أنتاركتيكا قبلة سواحل جنوب أفريقيا. ويقضي التحدي الجديد لمانون الملقبة بفتاة الجرار بالعودة إلى نقطة انطلاقها لتصل إلى هولندا في الوقت المناسب وتمضي عيد الميلاد مع شريكها وابنتها البالغة من العمر 10 أشهر. على الرغم من أنها ليست من الطيور المائية، إلا أن هذه البومة استطاعت النجاة من صقرين كانا يطاردانها بالغوص في البحيرة والسباحة مستخدمة جناحيها في هذا الفيديو الذي التقط في بحيرة ميشيغان بولاية إلينوي الأمريكية. وقال ستيف سبيترز الذي التقط هذا الفيديو إنه لم يصدق عينيه في البداية عندما رأى البومة تسبح في البحيرة، وأن إنه استدعى فريق حماية الحياة البرية لإنقاذها، ولكنها كانت قد طارت بعيدا عند وصولهم. تضخم حجم هذا الثعبان أكثر من حجمه الطبيعي بعدة مرات بعد أن ابتلع غزالا حيا بالكامل في محمية ماساي مارا الطبيعية بكينيا وسط ذهول السياح الذين التقطوا هذا الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. مشاهدينا لهم نكون انتهت فقرات جولتنا الصباحية. للتواصل معنا واقتراحاتكم وأفكاركم راسلونا على صفحتنا الفيسبوك جولة الصباح أو على الإيميل التالي صباح@orion-tv.net. طبعا نختم برنامج جولة الصباح بأغنية لاجئ للفنان عمر البقاعي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لاجئ من بدري عني لاجئ والخيمة بتتني.
مشكلة.